آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبتهم بالقول الثابت. اللهم ثبتهم بالقول الثابت. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبتهم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبلهم من الشهداء. اللهم تقبلهم من الشهداء. يا رحمن يا رحيم، أنزل علينا رحمتك يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم استجب لنا عاجلا غير آجل، أنت الرحمن أنت الرحيم. اللهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلهم الجنة مع الأبرار. وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.